بنعزي بكل الضحايا الزلزال يلي صار أول امبارح بسوريا وبتركيا، تضامن كلهم مع المضطرين. زارتنا اليوم نسيت البدرك الياسجي تنأكد ثلاث مواضيع. أولاً، أهمية انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن لأنه هو مفتاح الحل. ثانياً، أهمية الحوار والتواصل مع كل الأطراف السياسية والفعاليات الروحية لأنه هو كمان مفتاح الحل. أخيراً، مع هالأزمة الاقتصادية، الاجتماعية، الأمنية والسياسية يلي عم يمر فيها البلد، مش الوقت الواحد يحكي بالتقسيم. من هيك ضروري نأكد على أهمية الطائف وتطبيقه بكل معنى الكلمة. شكراً.